أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. لو عايزين تعرفوا إيه اللي بيحصل بين روسيا وأوكرانيا، لو عايزين تعرفوا الموضوع مش من مراسل صحفي ولا من واحد قرأ كلمتين على النت ولا من واحد قارئ جيد، ولكن من واحد اشتغل مع الروس والأوكران حوالي 11 سنة. فأنا هتكلم عن خبرة في التعامل مع روسيا، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية. هكلمكم على جذور الاتحاد السوفيتي. عشان نفهم الموضوع لازم نبقى فاهمين أيديولوجيات هذا الشعب وتاريخه عشان نقدر نفهم إيه اللي بيحصل دلوقتي يعني، ونقدر نحكم على الموضوع. هل روسيا مظلومة؟ هل روسيا ظالمة؟ هل هي دولة استفزازية ودولة بتتفاخر بقواتها يعني؟ هل هي فعلا دولة عظمى ولا لا؟ فيعني أنا عاصرت كل الحاجات دي، فيعني لازم نبدأ كده من البداية. أنا عايز أعمل يعني سلسلة حلقات كده، مش عارف هتاخد كام حلقة، لكن نفهم الموضوع على يعني على أصوله. سنة 1999 أنا بدأت أشتغل في شركة تصدير، كانت ساعتها تعتبر أكبر شركة تصدير في مصر، وكان كل الشغل بتاع مصر، ما كانش الاتجاه قوي ناحية الغرب، كان الاتجاه ناحية الشرق. كنا بنديهم سلع وناخد بدلها سلع، تريد يعني، نديهم سلع وناخد بدلها جرارات زراعية وأسلحة وما شابه. وكان ساعتها الاتحاد السوفيتي بيسعى إلى يعني التأخي بين الشعوب، وعنده يعني كده مبادئ طبعا الشيوعية اللي كانت موجودة، وكان بيساعد الحياة الشعوب النامية. وبدأت أشتغل معاهم، والفترة دي كانت فترة ما بين الدولة الشيوعية العظمى أو الشيوعية الستريكت القاسية قوي، وبين التفكك يعني. كان في البدايات أو مع بداية حكم جورباتشوف اللي هو نهى الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي ده كان مكون من 15 ريسبوبليك زي ما بيقولوها، 15 جمهورية، منهم في الشمال ومنهم في الجنوب، منهم في أوروبا ومنهم في آسيا، منهم دول البري بالتيك التلاتة اللي هي ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، ودي دول متقدمة جدا. عشان كده كانت الدول التلاتة اللي هم البري بالتيك دي كانت أول دول انفصلت عن روسيا. عمرهم ما كانوا منتمين قوي للروح الروسية، لكن انا قابلت منهم ناس طبعا كان اللغة الرسمية في المدرسة كانت الروسية ولازم يتعلم بيها، وكانت الهوية الروسية والعلم الاحمر والشيوعية هي المبدأ السياسي، كلهم كانوا بيتبعوا مركزية السلطة اللي هي في موسكو في روسيا يعني. ما كانش حد يقدر يتخذ قرارات غير لما بيرجع عليها المكتب الرئيسي اللي هو في موسكو. والحقيقة كل الالكترونيكس اللي كانت بتتعمل في روسيا كانت في الثلاث دول دول يعني أجهزة الساوند سيستم، أجهزة التلفزيونات كلها كانت معمولة في البري بالتيك. بعد كده في دول في يعني تحت روسيا، جنوب روسيا في آسيا، زي الدول أو الجمهوريات الإسلامية زي أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان. الدول دي كلها 99% منها بتدين بالإسلام، وكان لهم هوية برضو، حتى شكلهم كان مختلف عن بقية الدول يعني. ممكن تقابل حد صيني على أبيض يعني، صيني وشعره أصفر وعينيه زرقاء، أنت يعني الأول وهلة تقابل حد بالشكل ده، يعني بتتخض كده، شكل غريب يعني، خليط عجيب يعني. ولكن هي دي كانت روسيا. المواني بتاعت روسيا كانت موجودة يعني، مواني التصدير والاستيراد كانت بكثرة موجودة في أوكرانيا. كان عندهم مواني وعندهم يعني ترسانات لبناء السفن موجودة في أوكرانيا، وكانوا عندهم يعني الأوديسا دي ميناء مشهورة قوي عندهم، عندهم حتى دي يعني ميناء اسمها إسماعيل اللي هو إسماعيل يعني، وعندهم
مدن مشهورة قوي في العالم زي ماريوبل، بيتكلموا عليها دلوقتي. ماريوبل هتسمعوها كتير في نشرات الأخبار، ودي يعني أحد المدن اللي لما تروح روسيا هتلاقي ناس بتقول لك تعال نروح مثلا أوديسا، تعال اتفرج على الميناء اللي هناك وكده. فهم يعني كان معظم الناس اللي في الجنوب دول شغالين في البحر، شغالين على المراكب، وكانوا بيتكلموا كلهم روسي، لكن كان عندهم لغة أوكرانية أنا ما شفتهاش خالص في خلال ال11 سنة اللي اشتغلتهم معهم. كانوا بيقولوا لنا لغة يعني، بس ما سمعتش حد بيتكلم لغة أوكرانية خالص. كانت روسيا الأم اللي هي اللي فيها مركزية السلطة دي، كانت هي اللي بتوزع يعني. فلنفرض مثلا القمح، طبعا القمح كله من روسيا، وفي برضه أوكرانيا بتنتج قمح. فلنفرض مثلا دولة فيها أحد الجمهوريات دي فيها مثلا حديد، وهم عندهم مثلا اللادة بتتصنع هناك، أو عربيات النيفا اللي كانت عاملة زي الدبابة دي. فهم يعملوا الحاجة اللي محتاجة عقل، ومحتاجة تجميع، محتاجة مهندسين متفوقين، تتعمل في روسيا يعني نفسها. أما القطعة التانية فممكن يستعملوا جمهوريات تانية تعمل لهم، مثلا على سبيل المثال وليس الحصر يعني، الإطارات مثلا تتعمل في حتة، الصاج يتعمل في حتة، وبعدين يروح ده كله روسيا ويتجمع هناك مثلا يعني، تبقى هناك مجمع صناعة السيارات. كان الناس عايشين بسطاء جدا. كان القبطان ساعتها بياخد 300 روبل، وده حاجة يعني، القبطان بحاله بياخد 300 روبل، في حين ان القبطان الدنماركي مثلا كان بياخد آلاف الدولارات. ال 300 روبل دول ولا حاجة يعني، بس كان عايش بيهم يعني. كانوا بيقولوا لي ان هم 300 دولار يكفوهم يعني اكل وشرب، وممكن حتى ياخد المدام بتاعته في الاجازة ويتعشوا بره او يتغدى بره. كانوا عايشين كويس. هل هي كانت متقدمة في الوقت ده؟ طبعا كانت متقدمة، وهم عندهم عقلية مختلفة تماما عن الأمريكان والدول الغربية. هم بيفكروا، وهم مش شعوب عايشة على لعب الأطفال والأتاري والفيديو جيمز والحاجات اللي هي يعني عايز أقول عليها حاجات خايبة ضيعت الشعوب الغربية كلها، ومن ضمنهم أمريكا. هم الدراسة عندهم جادة جدا، عندهم كانوا مقسمين ديستريكتس يعني. فلنفرض مثلا يعني، انا يعني ما اعرفش بالتحديد، لكن هم قالوا لي ان هو كانوا بيقسموا المدارس. مثلا لو عندهم اوكرانيا فيروحوا مقسمين مثلا كل ديستريكت، مثلا دي تدرس اسباني، ودي انجليزي، ودي فرنساوي، ودي الماني، ودي وهكذا، بحيث لما الولاد يتخرجوا يبقى عندهم يعني زي كادر كده موجود فيه كل اللغات، انهم يقدروا يستفيدوا منهم. قابلت ناس بتتكلم عربي أحسن مني، قابلت ناس منهم بتتكلم عربي لغة عربية فصحى بالتشكيل والنحو وبالإلقاء أحسن مني. قابلت مهندسين بيصلحوا العطل بتاع مثلا كرين إلكتروني يعني، زي روبوت كده. كان المهندس الروسي يطلع على الكرين يعرف العيب، ويجي يقول لي 30 دقيقة، يطلع بنفسه يقعد على الكرين ده ومعاه الخريطة بتاعته والدياجرام، ويصلح العطل 30 دقيقة بالثانية، يكون عندي تحت ويقول لي الكرين جاهز ممكن يعني يستعملوه. قابلت مواقف كتير بتدل على تقدمهم. وأعتقد إن هما في حاجات كتير ما عرفناهاش للعالم، هما متقدمين جدا يعني. في حتى حاجات في الطب هم ما اعلنوهاش للعالم يعني. بعض الدكاترة قالوا لي ان في حاجات عندهم مش العالم لسه ما عرفهاش ساعتها يعني، انا بتكلم في التسعينات، وكان مقفول عليهم. حتى الدكتور يعني هو بيكلمني كان خدني العيادة عشان محدش يسمعه، واتكلم معايا وراني كده حاجات، قال لي ده مرهم بيداوي الجروح في 24 ساعة، انا ما صدقتوش لغاية ما حصلت كده حاجة وحد ايده اتفتحت وحطيت المرهم ده على الجرح، وقام تاني يوم الجلد ملتئم تماما، ده انا شفته بعيني يعني.
فهم متقدمين متقدمين، الصناعات بتاعتهم شكلها وحش لكن متقدمة قوي وبتعيش ومعمرة قوي. ما كانوش بيهتموا بالرفاهية لكن يهتموا قوي بالجودة او باللايف سبان بتاعتها، انها لازم تقعد فترة طويلة عايشة. المراكب اللي كانوا بيجوا بيها مصر كانت مراكب منتجة من الاربعينات، وتشوفها كأنها منتجة النهاردة من جوه ومن بره من صيانة، حتى لما تنزل المكن تحت بتاع المركب هتلاقيه بيلمع كأنه انتاج السنة. كل حاجة عندهم ماشية بالساعة وبالثانية. مفيش سوري على اللفظ، المياعة بتاع اللي موجودة في الشعوب التانية، ولا عايز بريك ولا عايز قهوة، مفيش الكلام ده خالص، ولا عايز قهوة ولا تعبت ولا مفيش الكلام ده، عايز اروح ولا مفيش الكلام ده خالص. هو الشغل شغل، الاربع ساعات الشيفت 4 ساعات، ياخد راحة ساعة ويرجع يشتغل تاني 4 ساعات. لو ده النظام يبقى ده النظام، بيشوفهم بحق الله ما بيضيعش منهم ولا ثانية. ملتزمين جدا، ويعني يعني مش سيسي، يعني مش حد مايع يعني. لدرجة ان انا مرة شفت سيلر، واحد بحار يعني، وقع في عنبر المركب. عنبر المركب ده ممكن يبقى مثلا 2 أو 3 دور، يعني ممكن يبقى 2 أو 3. شفته وقع من سطح المركب من الدك لغاية العنبر من تحت على رجله. طبعا رجله اتكسرت يعني. شفته طلعوه زمايله قعدوه، طلب منهم سيجارة بيدخنها، ما بيقولش اي حاجة. كانت عجيبة جدا يعني، ناس غير طبيعيين يعني، كانت الشريعة دي غير طبيعية. طبعا على ما ندهوا لعربية الإسعاف جت وخدته المستشفى، عملوا له لازم.